بغداد ترد على تصريحات أنقرة بشأن المياه، الموارد المائية تدعو إلى تقديم مذكرة احتجاج. البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في سوريا، والاستخبارات تطيح بقيادي إرهابي بارز. قبل انعقاد قمة الرياض، دعوات للحفاظ على موقع العراق المتوازن، وبايدن يغادر واشنطن. اجتماع مرتقب للإطار بشأن حسم رئاسة الحكومة، والقوى الكردية تخفق بالتوصل لتوافق. نشرة منتصف النهار، أهلا بكم. والبداية من أزمة المياه، حيث أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أن تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق. ودعا الحمداني وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن تركيا ليست وصية على العراق، وعليها إطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة بحسب المواثيق الدولية من دون التدخل بسياسة العراق المائية. فيما لفت إلى أن الخزن في سدودهم واصل لمناسيب تعتبر جيدة جدا. وكان السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي قد حمل العراق مسؤولية الجفاف التي تعاني منه البلاد بسبب هدر المياه وعدم استخدامها بالشكل الأمثل. وقال غوناي في تغريدة أن المياه تهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من ذلك، نافيا قيام تركيا بتغيير مجرى الأنهر وقطع المياه. وأضاف السفير أن الجفاف ليس مشكلة العراق فقط، إنما مشكلة تركيا والمنطقة بأكملها نتيجة للاحتباس الحراري، وسيكون هناك المزيد من موجات الجفاف في السنوات المقبلة. لم تنفع محاولة إبرام مذكرة التفاهم والاتفاقات مع الجانب التركي لإدارة ملف المياه مع الدول المتشاطئة، ولا سيما العراق بلد المصب الذي أثرت فيه التغيرات المناخية وسوء التخطيط المائي، فضلا عن محاولة تركيا الأخيرة لبناء سد يفاقم العطش. ليست التغيرات المناخية وحدها هي ما فاقمت أزمة المياه في العراق، فرغم تراجع نسبة هطول الأمطار وقلة الخزن، إلا أن مشاريع السدود التركية قد زادت من الأزمة. التمادي التركي والتوسعي في إنشاء السدود، والتي كان آخرها سد الجزرة والذي تسعى أنقرة إلى إنشائه، حيث سيساهم في تقليل نسب المياه القادمة من نهر دجلة وبشكل كبير. سد الجزرة سوف ينهي إنهاء تام دخول المياه إلى العراق. نحن فلاحين
ونعيش يعني من واقع من الأزمة ومن رحم المعاناة. نحن الآن نعيش أزمة مياه، وإذا ضافوا سد آخر إلى سد أليسو اعتبر أن المياه في العراق وفي نهر دجلة بالذات قد انتهت انهاء تام. ومنذ العام 2003 يعاني العراق من تراجع نسب المياه في نهري دجلة والفرات، الأمر الذي يستدعي إجراء مذكرات تفاهم بين الجانبين العراقي والتركي لتحديد حصص المياه، كون العراق من دول المصب لهذه الأنهار. أوساط نيابية أشرت خللا واضحا في إدارة أزمة المياه وضعفا في دبلوماسية التفاوض. أنا دعوت السيد وزير الموارد المائية ووزير الخارجية أين هم من تركيا ومن إيران في حصر المياه في هذه المياه. تركيا قامت سدود ولن يعني تنظر إلى موضوع العراق بنظرة القوانين الدولية. وتزداد أزمة المياه عاما بعد عام، وخصوصا بعد تراجع نسب هطول الأمطار وتمدد الجفاف، إلى أن بات البلد الخامس في العالم الأكثر تأثرا بالتغير المناخي واتساعي ظاهرة التصحر. وبحسب الاتفاقيات المبرمة ما بين العراق وتركيا في العام 2009، فإنها تتيح للعراق الحصول على حصته المائية الكاملة، إلا أن إنشاء المشاريع والسدود من قبل تركيا قد تعيق هذه المذكرات. زيد الشهيب، رابعة، بغداد. من الصحراء والأراضي الجرداء إلى مركز المدن تزحف ظواهر الجفاف في النجف الأشرف لأسباب متعددة، مما دعا إلى إطلاق حملة لزراعة حزام أخضر يمتد لعشرات الكيلومترات. حتى سنوات قليلة ماضية كانت هذه الأراضي الجرداء خضراء، لكن الأمر تغير بتغير المناخ وسوء التنظيم الري وقلة هطول الأمطار والزحف السكاني على الأراضي الزراعية، فأصبحت ظاهرة التصحر تزحف على مراكز المدن. أول شيء نمنع الزحف السكاني على الأراضي الزراعية وإقامة البناء عليها ونجعلها فقط أراضي زراعية. اثنين، نسن قوانين تحمي هاي الأراضي الزراعية. تعاني محافظة النجف الأشرف من تبعات التصحر وما يتبعه من ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة عدة أسباب، من هذه الأسباب أول وأهم هذه الأسباب هو الإهمال الحكومي. محافظة النجف التي تحدها من الغرب صحراء كبيرة جعلتها عرضة للكثير من العواصف الترابية وزحف الصحراء إلى مركز المدينة، الأمر الذي دفع العديد من المنظمات والناشطين والعتبة العلوية المقدسة إلى إطلاق حملة كبرى لزراعة حزام أخضر يمتد إلى عشرات الكيلومترات. العتبة العلوية قامت بزراعة الشارع الموجود في منطقة الحولي من جسر غضوية إلى ساحة المضفة، مساحة الزراعة 10 كيلومتر. حينما شعرت العتبة العلوية بخطر التصحر الممتد من الحدود السعودية إلى المدينة، إلى محافظة النجف وبالأخص المدينة القديمة لأن امتدادها تكون على طريق الحولي، بادرت العتبة العلوية بزرع وشرعت في هذا الموضوع وأعطته أهمية كبيرة. الطابع الصحراوي للمدينة أثر بشكل كبير على حياة الأهالي، مما دعا إلى العمل الجماعي من أجل حزام أخضر للمدينة. تشكل الصحراء أكثر من 90% من مساحة النجف الكلية، فيما بدا التصحر يزحف على مركز المدينة بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب من الجميع توحيد الجهود للحد من هذه الظاهرة. تحسين الشيخ، قناة الرابعة، النجف الأشرف. تجاوزت الانتهاكات التركية للسيادة العراقية قصف المناطق السكنية وقتل المدنيين حتى وصلت إلى إنشاء السدود على نهري دجلة والفرات، وسط انتقادات لموقف بغداد من التوغل التركي.
يثير التدخل التركي في العراق بشكل عام ونينوى بشكل خاص تساؤلات واستغراب وعدة مخاوف لدى سكان الموصل، خصوصا بعد التوغل التركي في المدينة على الصعد كافة، بالإضافة لإنشاء سدود على نهري دجلة والفرات وانخفاض مناسيبهما إلى الربع، في حين يصف مراقبون موقف بغداد بأنه لا يرتقي إلى حجم الإشكالية الكبيرة تلك. نستغرب وبشدة ونستنكر وبشدة سكوت الحكومة العراقية المركزية والمحلية على هذه التدخلات السافرة وعلى هذا الاستفزاز المستمر، حيث أن الحكومة التركية تتوغل في داخل الحدود العراقية. أنقرة ترى أن الاقتصاد يمثل أحد أهم وأبرز مرتكزات وأسس التوسع والتمدد، فإنها لم تكتفي بتكريس وجودها العسكري والاستخباراتي في العراق وترسيخه، إنما راحت تعززه بحضور اقتصادي في إقليم كردستان والموصل بشكل كبير يفوق التصور. يدخل الجيش التركي مسافة 80 إلى 100 كيلومتر داخل أراضينا، ويقوم بقصف مدن وقرى كثيرة، وليس هناك من يوقفه عند حده. وبحسب معنيين يقدر عدد العسكريين الأتراك الموجودين في أكثر من 40 قاعدة ومعسكر بأكثر من 7000 عنصر، يتحركون بمساحات جغرافية واسعة تصل إلى نحو 100 كيلومتر في عمق الأراضي العراقية، مع وجود 4 مقرات رئيسية للمخابرات التركية في كل من العمادية وباتوف وزاخ وكرباس في مركز مدينة دهوك. وتبقى القضية الجوهرية والمهمة لدى الموصليين، هل تستطيع الحكومة المركزية كبح جماح الاندفاع التوسعي التركي هنا في معسكر زليكان على جبل بعشيقة، بالإضافة إلى التدخل الاقتصادي والاستثماري وكذلك ملف الماء والسدود؟ لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل زعيم داعش الإرهابي وإصابة أحد كبار قادته الأربعة ماهر العقال في سوريا. وقال البنتاغون في بيان أن زعيم التنظيم الإرهابي قتل بضربة جوية بطائرات من دون طيار في الأراضي السورية، مؤكداً إصابة أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة أثناء ركوب العقال دراجة نارية بالقرب من ناحية جندريس في محافظة حلب. كما وتمكنت الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بمساعدي مسؤول خدمات الإرهابي داعش في نينوى المكنة أبو إسحاق. بيان للاستخبارات أكد أنها وبالتنسيق مع القوات الأمنية نفذت عملية نوعية تم من خلالها القبض على الإرهابي أبو إسحاق عبر كمين نصب له في سيطرة سندية على الحدود الفاصلة بين سامراء وديالى، مضيفا أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهابا. إلى ذلك، كشف مصدر أمني في قيادة عملية الأنبار عن اعتقال عنصر بارز في داعش الإرهابي بكمين شمالي مدينة الرمادي. وذكر المصدر أن القوات الأمنية نصبت كمينا لعنصر بارز من عناصر عصابات داعش وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في منطقة البذياب شمالي مدينة الرمادي، مضيفا أن الإرهابي مسؤول عن العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت القوات الأمنية.
وصل وفد أمني رفيع من بغداد إلى أربيل لمناقشة الأوضاع الأمنية في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك. قيادة العمليات المشتركة في بيان ذكرت أن الوفد ترأسه رئيس أركان العمليات المشتركة الفريق الركن حامد عبد المقصود وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمدي. وأضافت أن الزيارة تهدف لعقد اجتماع مع رئيس أركان البيشمركة لمتابعة المعلومات الاستخبارية والأمنية في المناطق المشتركة. في موضوع آخر، أكد تحالف الفتح أن العراق لن يكون مع أي محور إقليمي ضد آخر في قمة الرياض المزمع عقدها قريبا. القيادي في الفتح كريم علاوي قال أن بغداد ستبقى متوازنة بكافة علاقاتها الدولية، مبينا أن هناك أطراف داخلية وخارجية تريد جر العراق إلى سياسة المحاور. ولفت علاوي إلى أن قمة الرياض تهدف إلى أن يكون العراق مع محور ضد محور آخر. هذا وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط في زيارة رسمية تشمل عددا من دول المنطقة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن وزير الخارجية أنتونيو بلينكن سيرافق بايدن في المدة من 13 إلى 16 من تموز للتشاور مع شركاء بشأن مجموعة من الأولويات، لافتا إلى عقد اجتماع يضم مجلس التعاون الخليجي إلى جانب العراق ومصر والأردن لمناقشة جهود التكامل لدعم الاستقرار والازدهار الإقليمي فضلا عن المصالح المشتركة الأخرى. سياسيا، تعقد قوى الإطار التنسيق اجتماعا مهما مساء اليوم لمناقشة ترشيح أسماء لرئاسة الوزراء. عضو ائتلاف دولة القانون الركابي قال أن الاجتماع سيحدد 4 أسماء للمنصب وستكون على طاولة الحوار، مضيفا أن الأسماء المحددة ستناقش ويتم الاختيار والاتفاق على 1 منها، فيما أشار إلى أن حسم المرشحة سيكون على الأغلب يوم غد. كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية حددت موعد حسم منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عن كتلة محمد صيهود. قال أن حسم المنصب سيتم مع بدء جلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، لافتا إلى أن حسم المنصب سيتم من خلال اتفاق قوى الإطار ولا خلاف حول هذا الأمر إطلاقا. وأبين صيهود أن الإطار لديه الكثير من الشخصيات المؤهلة والتي لها القدرة على شغل هذا المنصب. عدة أشهر انقضت من المفاوضات السياسية واللقاءات المكوكية ولا يزال الغموض يكتنف مشهد تشكيل الحكومة الجديدة. فمع قرب انتهاء عطلة العيد يترقب الشارع حسم الخلافات وتشكيل حكومة مقتدرة. أكثر من 9 أشهر انقضت على انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة، ولا تزال الخلافات تعطل إكمال الاستحقاقات الدستورية. فبينما يمضي الإطار بتشكيل حكومته التوافقية، أعلن تحالف الفتح عدم مشاركته في الحكومة الجديدة. وعلى الرغم من انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، إلا أنه لغاية الآن لم تخوض أطراف التحالف أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية، سواء كانت السنية أو الكردية أو النواب المستقلين، لتشكيل الحكومة الجديدة. ومع اقتراب عطلتي العيد والبرلمان من النهاية، يبدأ العد التنازلي لحسم الاستحقاقات الانتخابية. تتجه الأنظار بقوة إلى البيت الشيعي والكردي لحسم الأسماء التي ستنال الحظ الأوفر في تولي منصبي أعلى سلطتين تنفيذيتين، وهما رئيساء الجمهورية ومجلس الوزراء. وما بين الانسحابات والخلافات، يطالب الشارع العراقي بتشكيل حكومة تلبي تطلعاته وتنهي أزماته
وتكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد. وفيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، أكدت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني النيابي أن سيناريو 2018 هو الأقرب لحسم هذا الملف خلال المرحلة المقبلة. رئيس الكتلة جمال كوجا ذكر أنه لا يوجد أي اتفاق على دخول القوى السياسية الكردية بمرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الحراك مستمر للوصول إلى اتفاق قبل موعد عقد الجلسة خلال الأيام القليلة المقبلة. ورجح كوجر أن يتم حسم هذا الملف من خلال التسوية والتوافق. خياران لا ثالث لهما يحددان وجهة انتخاب رئيس جمهورية العراق الذي سيكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة المقبلة، أحدهما بيد الكرد أنفسهم والآخر يحدده المجلس التشريعي الذي باتت عطلته على مشارف الانتهاء. قد يكون حراك الأسبوع الأخير أمام قوى الإطار للحسم والمواجهة تتقلص الخيارات بتقلص المسافات الزمنية التي ألزم نفسه بها بعد عطلة العيد. حراك يبين قادته أنهم قطعوا فيه أشواطا مهمة صوب الحوارات السياسية وحقق أفكارا وصاغ آليات لتأسيس البيت التشريعي المقبل، فيما تبين أوساط سياسية أن الإطار أتم تحديد المعايير الخاصة بشخصية رئاسة الوزراء المقبلة، وأن هناك عدة أسماء مرشحة سيتم المفاضلة فيما بينها. معايير أعطوها الأخوة في الإطار التنسيقي، هذه المعايير يجب أن يكون شخص رئيس الوزراء للمرحلة القادمة قادر على التكيف في الأجواء العراقية وهذه المشادات وهذه المفاوضات، كذلك مقبول دوليا وأقليميا، رجلا مهنيا معروفا، وبالتالي ربما تنطبق هذه المواصفات على أكثر من شخصية. فالآن أكو هنالك يدور حديث على عدد من الشخصيات، ممكن يتم الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة على أحد هذه الأشخاص. ورغم تفاقم الأزمة الكردية على مرشح رئاسة الجمهورية، يذهب مراقبون باتجاه خيارين لا ثالث لهما. أما حدوث توافق في اللحظات الأخيرة وتقديم مرشح تسوية بين الحزبين الحاكمين، وأما الذهاب بمرشحين اثنين وتركهما في مواجهة التصويت داخل مجلس النواب. أنا أعتقد القضية حاصلة باعتبار سوف يكون هنالك بعد عطلة العيد انتخاب رئيس الجمهورية، الآلية والطريقة، أما أن يذهبوا إلى الاتفاق حقيقة لشخصية قد تكون حيادية لترشيحها وتقديمها إلى مجلس نواب العراق، أو يذهبون بمرشحين اثنين كما حدث عام 2018 ويكون الفيصل هو مجلس نواب العراق لاختيار هذه الشخصية. هذا وأطلقت قوى الإطار التنسيقي تطميناتها على جميع الكتل السياسية بأنها لن تعمل على إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي وبرلماني من عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. على محاور متعددة تتوزع لقاءات الكتل السياسية، لقاءات وإن اختلفت باتجاهاتها إلا إنها تتفق بهدف واحد وهو الإسراع بتشكيل الحكومة. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. إلى ملف كورونا، حذرت وزارة الصحة من خسائر مالية وصفتها بالكبيرة جراء عدم التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. مدير قسم تعزيز الصحة هيثم العبيدي قال أن الوزارة استوردت لقاحات بملايين الدولارات ويجب التطعيم بتلك اللقاحات وألا يكون هناك تراخ والذهاب نحو تداعيات وبائية وخيمة. من جانب آخر، أوضح العبيدي أن أعراض الموجة الخامسة لكورونا تأتي على شكل حرقة في البلعوم والتهاب الحلق، والكثير يعزو هذه الحرقة إلى التهاب اللوزتين، وهناك ندرة في الالتهابات الرئتي وذات الرئتي جراء الإصابة خلال الموجة الخامسة. هذا وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
فإن ظهور هذه الموجات الجديدة من الإصابات بكوفيد 19 مؤكدا أن الوباء لم يقترب من نهايته. وأوضح المدير العام أن موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا في الوقت الحاضر، مبينا أن كورونا لم يقترب من نهايته وبات من الضروري التصدي له. وفيما يخص أزمة الوقود في كردستان العراق، حمل مجلس محافظة السليمانية حكومة الأقليم الأزمة ورداءة الوقود ونوعيته. عضو مجلس المحافظة ريكوت زكي قال أن ارتفاع الأسعار تتحمله حكومة الأقليم التي لم تفي بوعودها. وطلب زكي حكومة كردستان بمحاسبة الشركات التي تبيع النوعية الرديئة وبالقيام بحملة لتخفيض الأسعار. ارتفع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط بنحو 234 ألف برميل يوميا خلال حزيران، ليصل إلى أكثر من 28 مليون برميل يوميا بدعم زيادة الإمدادات من 9 دول بينها العراق. وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن الزيادات الأكبر جاءت من السعودية، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 159 ألف برميل، تليها الإمارات مسجلة زيادة قدرها 39 ألف برميل يوميا، فيما كانت حصة العراق من الزيادة 17 ألف برميل يوميا. تجمع العشرات من المسافرين أمام بوابة مطار بغداد الدولي بعد إلغاء رحلتهم المقررة أمس الثلاثاء والمتجهة إلى الصين. وشكى المتظاهرون من تجاهل شركة الخطوط الجوية العراقية لاستفساراتهم عن الرحلة رغم أكمالها جميع إجراءات الحجز، مؤكدين أن الطائرة غادرت وعلى متنها مسافرون آخرون دون أن يرسلوا إليهم إشعارات بتأجيل أو إلغاء الرحلة. أعلنت هيئة الحج والعمرة نجاح خطة هذا العام بتفويج الحجاج إلى الديار المقدسة. رئيس الهيئة سامي المسعودي قال أن الهيئة تجاوزت مشكلة مبيت حجاج العراق خارج الحد الشرعي لمنى، وتوحدت القوافل في وسط منى بعد التنسيق مع جانب السعودية. ولفت المسعودي إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بين الحجاج العراقيين هذا العام بسبب نوبات قلبية لأمراض مزمنة. نهنئ الشعب العراقي ونهنئ حجاج العالم الإسلامي بانتهاء مراسيم الحج المبارك لهذا العام عام 1443 للهجرة، ونحمد الله على نجاح هذا الموسم بكل تفاصيله، ونبارك لجميع حجاج العراق ونتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعودة ميمونة إلى الديار سالمين غانمين إن شاء الله تعالى. حوادث لم تذكر لدينا في حجاج العراق، لم تذكر أي حادثة. ونعم هنالك بعض المرضى الذين أصيبوا في كأمراض طبيعية وتم شفائهم الحمد لله في لدى البعثة الطبية، وكذلك لدينا تقريبا 3 حالات وفيات في لدى الحجاج، وأغلبهم كانت هنالك نوبة قلبية أو جلطات دماغية، يعني هم مرضى بالأصل من العراق كانوا مرضى، ووافتهم المنية في المدينة المنورة وأخرى في مكة المكرمة. عشرة أبو علي الجاسم أحد عشر الدليمة تمهل الجهات المعنية تسليم معذبي أحد أفرادها أثناء الواجب في الوحدة العسكرية حرس الحدود بين الأنبار ونينوى، مما أدى لوفاته، وتطالب بتشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث. مناشدتنا لدولة رئيس الوزراء المحترم، ونطالبكم بتشكيل لجنة تحقيقية جدية لا شكلية بعملها وبالسرعة القصوى لتقديم الجنات إلى العدالة للقصاص منهم وفق القانون،
للقصاص منهم وفق القانون، كونهم قاموا بقتل ابننا وولدنا بعد تعذيبه من قبل بعض الضباط والمنتسبين في وحدته، وإلا سيكون لنا موقف لا يحمد عقباه باتجاه الجنات. قبل ختام النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها. بغداد ترد على تصريحات أنقرة بشأن المياه. الموارد المائية تدعو إلى تقديم مذكرة احتجاج. البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في سوريا، والاستخبارات تطيح بقيادي إرهابي بارز. قبل انعقاد قمة الرياض دعوة للحفاظ على موقع العراق المتوازن، وبايدن يغادر واشنطن. اجتماع مرتقب للإطار بشأن حسم رئاسة الحكومة، والقوى الكردية تخفق في التوصل للتوافق. نشرة منتصف النهار انتهت. لمتابعة المزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام تليجرام تويتر سناب شات وتيك توك. شكرا لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الله.